تعالوا مع بعض نشوف الفراخ المشويه. فراخ مشويه هنعملها مع بعض ازاي؟ المقادير على الشاشه. فراخ مشويه بطريقه بسيطه وسهله وبقدر الامكان هي شويه هيلثي، يعني نسبه الدسمه فيها قليله وصحيه بنسبه تتعدى ال 50%. معانا صدور الفراخ، حلو قوي في المقادير. طبعا ديت بقدر الامكان هنستخدم مع الباربيكيو صوص بتاعنا، هنستخدم معلقتين من الزبده، ومعانا بصل ومعانا توم وشويه اعشاب لطاف زي الفل، وهنستخدم معلقه سكر بني في تتبيله الفراخ. علل ولماذا استخدام السكر البني يا شيف؟ لان انا مش هحمر الفراخ في زبده، هحمرها في زيت زيتون، ووجود السكر البني في تتبيله الفراخ بيساعد على احمرارها سريعا وتديك اللون البرونزي الجميل. هنا المدرسه الطهويه، حلو الكلام. تعالوا نقطع الفراخ مع بعض كده بسرعه نشوف نقطعها ازاي شرايح. السكينه والمسن مش لعبه اي حد. اللهم صل على النبي. ناخد الفراخ دي نقطعها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر فرخ حلو زي ده كده اهو. حلو. نفس الموضوع. معانا الجريل على النار بتسخن. نخلي كده. ناخد ده كمان حسب طبعا كمية الفراخ اللي بتستخدميها حسب عدد أفراد الأسرة. بالشكل ده كده. ودي أكبرها كده شوية تبقى كبيرة معايا. نفس القصة هنا كده. الموزة دي أنا عايز أصل الأمانة. دي أخدها كده لوحدها مستقلة. وأجي كده. سكينتك لازم تكون حامية في ايدك، والسكينة تعدي على كف ايدك وانت بتقطعي، تزعلي مني بعدين. حلوة بالشكل ده كده الفراخ معانا. تعالوا نتبلها مع بعض سريعا. بجيب كسرولة، التتبيلة مخرجنا عايزها قدام شوية، علمني كده. بحط شوية السكر اللي هنا دول. حلو. بستخدم توم في التتبيلة، توم كثيف. التوم بيساعد على ذوبان الدهون داخل الشرايين الدقيقة الرفيعة. حلو الكلام. التوم والجنزبيل والبصل، ثلاث فصائل الدرنيات دول كلهم. هنستخدم كمان يا عم الشيف شوية الملح الحلوين، البصلاية التمام، البهارات بتاعتنا كالعادة، الزعتر الأساسي فيها، والبابريكا والملح اهو، شوية بابريكا حلوين، شوية كركم، أنا بحب الكركم دايما. حلو زي الفل. دي التوابل بتاعتنا العادية، وبحب أحط التوابل بشكل لطيف كده عشان تبان على الشاشة تفتح النفس. هنستخدم هنا في التتبيلة بتاعتنا شوية زيت زيتون كده. لغاية دلوقتي ما استخدمتش حاجة فيها دسامة. زيت زيتون كتير ولا شوية؟ يعني تقريبا الشوية الصغيرين دول كفاية قوي. ونحط هنا معلقة زيت زيتون على الطاسة اللي احنا هنحمر فيها بالشكل ده كده. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. هناخد الفراخ بعد ما نقلب ده كده نسقطها في التتبيلة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. نمسك الفراخ نقلبها كده واشويها عشان عايزة وقت في السوى. نعم ممكن لو انت عندك وقت حطها في التلاجة ساعة زمن زي الفل. معانا اتصال. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل الباربيكيو صوص. بساطه سهوله مرونه بطريقه بسيطه تقدري تعمليها. انا هستخدم معلقتين كريمه لباني للامانه في الباربيكيو صوص. الفراخ بتتشوي معانا بالشكل ده كده. تبلت الفراخ حطيتها في جريلا، حطيتها في زهره، احنا ما نقلبهاش هنا خالص، نسيبها تاخد شويه الصدمه الناريه عشان لو قلبتيها تتهري منك بالشكل ده كده، وسيبها تتبخر زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الباربيكيو صوص بتاعنا على الفراخ بتاعتنا ما تستوي. طاسة شديدة الحرارة على النار، حلو قوي. بنستخدم معلقتين من زيت الزيتون. ده الطبيعي. حلو قوي. ومعلقتين من الزبدة. الله. ومعلقة من السكر. هو ده. ونقلب ناخد لون. الله عليك يا عم الشيف. ننزل بالبصلية الناعمة. العب. هو ده.
يبدا البصل ياخد لون الكراميل، ياخد لون الزبده. ايه الحلاوه دي؟ البصله خدت لون هنا، ننزل بالجنزبيل بتاعنا اهو، وشويه التوم الباودر بتوعنا، اللهم صل على النبي، خلي بلسمك او خلي تفاح حسب الرغبه، اللهم صل على النبي، معلقة مستردة في المقادير بالشكل ده كده، حلو الكلام. معانا الكاتشب بتاعنا، خد اللون بتاع الباربيكيو صوص اهو، ونقلب. بصات ناعمين، حاضر هي الاتنين، حاضر. اول حاجة حطيت طاسة على النار شديدة الحرارة، حطيت معلقتين من الزيت ومكعب زبدة، مباشرة نزلت بمعلقة من السكر، خدت الكرملة بتاعت السكر قلبتهم مع بصلة ناعمة، بعد كده نزلت بالثوم البودر مع جنزبيل بودر عشان يديني فليفر لطيف وجميل، نزلت بالمستردة الجميلة الحلوة اه، ده الباربيكيو صوص بتاعنا باللون بتاعه اه زي الفل. نقلب الفراخ بتاعتنا الجميلة بسرعة، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ انا والله لو هاكلها هاكلها زي ما هي كده، رغيف سخن كده. نقدر بقى نقدمها مع كاتشب، مع توميه، مع مايونيز، ومقادير الصوص الباربيكيو على الشاشه مع بعض اللي عايز يكتبه ورانا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه زي الفل. نروق على المطبخ بتاعي، حلو الكلام. جيب لي الكراميلا، الله يوفقك يا شفيق، انت حبيبي حبيب هارتي. اه اهو 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 صوص الباربيكيو، الباربيكيو انا اسف، الباربيكيو انا اسف، اهو اهو حبيبي حافظ اللي عمل فيا كده، اهو 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 اهو. عازمني على ينسون، اهو تعالوا مع بعض نعمل الباربيكيو صوص جنب الصوص الكراميل، جنب الباربيكيو صوص. ناخد ده كده خلاص، نرفعه من النار اه بالشكل ده كده، اه اه جاهز. حط شويه ملح صغيرين للامانه، عايزه سبايسي نحط شويه بابريكا، دي بتاعتك انت بقى. نحط شويه فلفل اسود كده، الباربيكيو صوص خد مدرسه تانية خالص، شويه سبايس اه. فراخ تستوي نغرقه في الباربيكيو صوص او نقدمها جنبيه، ايه عداله دي، عايزه شويه رز ابيض، الف انا وشيف. الفراخ بتاعتي بدأت تستوي اه، ايه الحلاوه دي؟ اه حلو، استوى، ما خدتش وقت، انا مقطعها شرايح صغيره جدا. كان معانا بالمناسبه احنا بنعمل سينابون النهارده، وحطيت عليهم معلقتين من الزيت، المقادير على الشاشه مع الصوره الحلوه المبتهجه على الشاشه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. تعالوا نقدم الفراخ بتاعتنا كده، اه الباربيكيو صوص معانا في قلب الطبق بالشكل ده كده، اه نفرده كده، اه اللهم صل على النبي، اه خلي شويه نحطهم على الوش، وناخد الفراخ الحلوه دي كده، الله اه، من الطاسه للطبق. ممكن ان احنا نغرقها مع الباربيكيو صوص، مفيش مشكله، يعني يا شيف يعني نخليها تستوي مع الباربيكيو صوص، بس انا بصراحه عايز جمالها كده، لان الوارد ان انا مش بحب الباربيكيو صوص كتير، ايه المشكله؟ اه عينيا، اه خد راحتك خالص، شيل الجريلا اللي هتعور ايدينا دي، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي يا حلوه، دورك انتهى خلاص، اللهم صل على النبي. حلو قوي. طب عايزه فين؟ لسه بعد ما نخلص يطلع الكنترول؟ اه. انا عازم عليه حافظ النهارده. اه. ندلعك النهارده يا عم حافظ. اه. حبيبي ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير نطلع حافظ اه. تعالوا مع بعض نحط الباربيكيو صوص كده اه. اه ايه الحلاوه دي؟ يلا الصوره الحلوه دي كده وتطلع فاصل اه. الباربيكيو صوص يتناغم مع فراخ مشويه مع تتبيله مغازيه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.